In the future, there will be no straws, I promise. Los Angeles, November 2019. The skies are polluted. The world is addicted to oil. But we're here to offer a solution. The Cybertruck. The number one mode of transport for a cyber girl. The greatest evolution in vehicular, fashion, and function. I now present to you my creator. مرحبا بكم في كشف استثار عن السايبر تراك. كانت الشاحنات منذ مدة طويلة، تقريبا منذ 100 سنة، تتشابه كثيرا في الشكل، ونريد الآن أن نقدم شيئا جديدا. دعوني أقدم لكم كيف كانت تبدو هذه الشاحنات المتشابهة منذ 100 عام إلى الآن. Sorry to, this is a trial. This is a trial. Please bear with us. So I present you the Cybertruck. بدأ إيلون ماسك في تقديم سايبر تراك كشاحنة صديقة للبيئة بتكنولوجيا عالية. وكيف كنعرفوا كاملين وكيف كنسمعوا أن تسلا دائما هربانة في هذا المجال. لا تشبه أي شيء آخر. وجاءت تسلا باش تحافظ كذلك على العنصر ديال الصلابة ديال تراكس المعروف أصلا في تراكس العاديين، الشاحنات العادية، واستعملت أحد المعادن المصنعة للمكوك الفضائي لسبيس إكس، بحكم أن إيلون ماسك هو صاحب تسلا وسبيس إكس كذلك، فاستعملوا التكنولوجيا المصنعة لمكوك فضائي في سيارة سايبر تراك. Nice. Now hit the Cybertruck. Same thing. Hit it harder. Yeah. Really wind up. Nail it. الزجاج المستخدم في هذه الشاحنة هو زجاج صلب جدا، كيف ما سموه زجاج مسلح أو لا معدن شفاف، يعني عنده واحد الصلابة خيالية، لكن يبقى زجاجا في الأخير سينكسر، وهذا ما حصلنا عليه. Oh my god. Well, maybe that was a little too hard. Should we try on the board? Sorry? It didn't go through. That's a plus side. Let's try that one. Right. Try that one, really? Okay. Yeah. Sure. سايبرتراك جات بثلاثة ديال النسخ. النسخة الأولى بمحرك كهربائي واحد رير ويل درايف، دفع خلفي فقط، بتسارع من 0 إلى 60 كم/ساعة في 6.5 ثواني. عمر البطارية أي
بطارية من كتكون مشارجية 100% ممكن تديك حتى 400 كيلومتر. النوع الثاني هو نسخة ثانية بمحركين كهربائيين All Wheel Drive، نسخة دفع كلي، تسارع من 0 إلى 60 كيلومترا في الساعة في 4.5 ثواني. وعمر البطارية أو الشحنة الواحدة 483 كيلومتر. النسخة الثالثة بثلاث محركات كهربائية All Wheel Drive، دفع كلي، تسارع من 0 إلى 60 كيلومترا في الساعة في 2.9 ثواني. عمر الشحنة الواحدة 800 كيلومتر. وكل هذه النسخ متوفرة بخاصية الأوتوبايلوت أو السياقة الذاتية. Yeah, but it was uphill. How does this compare to a Porsche 911? Okay, we're gonna give the Porsche a little bit of a head start. Yeah, this is a current edition Porsche. This is the actual truck. This is not CGI. ديزاين غريب للسايبر تراك أدى إلى أنها تأخذ انتقادات كبيرة في الأيام الأولى ديالها. ضحكوا عليها الناس بزاف، داروا عليها ترولات بزاف، لكن ديزاين الغريب الفيوتيريست اللي كنشوفه غير في باتمان وفي الماتريكس أدى إلى أنه تكون واحد طبقة ديال الناس اللي عزيز عليها أنها تفرد بواحد البروداكت، يعني يكون عندها شي حاجة فريدة من نوعها، مما يدى إلى أن المبيعات ديال سايبر تراك في اليومين الأولى سايبر تراك ما غادي تبان حتى 2022، عاد غيبدأ الإنتاج ديالها. تباع منها 146,000 نسخة، 42% بمحركين، 41% ثلاثة محركات، 14% بمحرك واحد.